وصلنا درب درب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا درب درب. طبعا اليوم معنا وجبة جديدة عربية، طبعا هي مش وجبة محلية، إنها فلافل. الطعمية يا سادة، الطعمية، أيوة طعمية جميلة. بنتعرفوا كيف عاد اليوم شيفنا أم فجر كيف تضبطها. يلا تعالوا معي مقاديرها. دنجو اللي هو الحمص مخرصينه يكون عاد في الماء لمدة 4 ساعات. وهنا عندنا نحضر بصل أخضر، قلقلان أخضر، ورق الكاري، فلفل أخضر، وطبعا معانا ثوم، ومعانا بينك باودر، وبيضة. طبعا راح يكون معانا بهار هندي وملح وزيت للقلي. يلا على الخلاط نضيف الدنجو مع البصل والقلقلان والفلفل والثوم، وطبعا راح يكون بعد ورق الكاري، ونحط عليه الماء عشان ينخلط زين زين. نحط الخليط كله كله ولا تبقوا حتى طشة في المشخل. بعدين نضيف عليه البهار وملعقة صغيرة ملح، ونخلطهم مع بعض مرة ثانية. وبعدين نضيف البيكنج باودر والبيضة، ونعجنهم مرة ثانية. أيوة مو تفكروا سهل الشغلة، لكن يوم تجي تاكلوا بتنسوا هذا كله التعب اللي انتوا فيه، برغم انه ما في تعب صراحة، الأكلة لذيذة. طبعا الحين نحط الزيت على النار لحد ما تكون حرارته عالية شوية. في هذا الأثناء نحن نشكل خليط الطعمية على آلة خاصة بهذه الطريقة، ونشكلها ونرميها في الزيت، وننتبه بأن تكون النار وسط، ما تكون كثيرة عالية، ها انتبهن عاد حتى ما تحترق الفلافل من برا بسرعة، ومن داخل ما تكون ناضجة. أيوة لازم تكون ناضجة زين من داخل وما تكون محترقة من برا. ونقلب عليه لحد ما تاخذ لونها الذهبي، ونحطها في صحن التقديم. يلا 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 كيف مغواه، ما أحلاه. ونقدمها مع السلطة والخبز، وأيضا ممكن نعمل منها ساندويتش لذيذ. شفتي كيف سهلة وجبتنا؟ سهلة، ما في أسهل منها، فأنا خبرتكم إنها سهلة. يلا عليكم بالعافية، مع السلامة.